السلام عليكم محبين قناة القفطان المغربي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم تشكيلة جديدة في موضوع القفطان المغربي اللي هي تشكيلة رائعة، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم كما العادة ما تبخلوش عليها بعلامة اللايك والاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. الناس اللي باغية تكون دي شي حاجة وباغية تواصل معنا، ما عليها غير تسكريني الموديل وتصيفطوا لينا على الرقم اللي مكتوب بالاحمر، وغيجيكم الرد ان شاء الله في اقرب وقت. ومرحبا بكم وبقوا معايا حتى الاخر، وفرجة ممتعة.